كأنها اللي بتطلع في المظاهرات اللي هي الهتافات يعني. الهتافات فهو طبعا. كان جاهين رحمه الله، وهو أعظم أنجبته يعني قريحة الشعر في العالم بالظبط، العربي، مفيش زيه. إنه هو يبسط الشيء الصعب جدا. يعني خطاب للرئيس جمال عبد الناصر مثلا، على الاشتراكية والتوجه الاشتراكي وكذا، يبسطه في كلمة أغنية المسؤولية، أو بلدي يا بلدي، والله حلويتي يا بلدي. صورة اللي هيخرج من الميدان عمره ما بيرجع في يطلع في الصورة. صورة. هذا تحليل الله، سياسي وليس جملة شعر. بس احنا متقدمين. نحن نحتاج قوى الناعمة الآن. أيوة، نحن نحتاج هذه القوى الناعمة فين بقى؟ اللي هتدي ده اللي هتدي هذه الثورة، مش انتشارها، هي تديها روحها. الروح دكتور، ده رد على يعني. الناس اللي بتقول ان الاغاني مش هي اللي هتحل الموضوع. لا 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 لا، يعني اول مش مره لا نسمع لا، ما الاصطلاح. طبعا مش هتحل. انما لا، هي ليها قوه. هتكون الروح. تمام، هي هتربط بين الناس وبين المطالب وبين يعني النضال. هتعمل الوصله دي، هتعمل السبيريت اللي انت نازله عشانه. يعني احنا التفينا في التحرير في يناير وكذا على الاغنيه رسورة. الرهيبه. لا لا، في الاغنيه بتاعت بليغ حمدي انا على بابا بغني دي، يا سلام. دي انت تسمعيها، كنا في يناير يعني، تسمعيها مع الاعلام. لا لا لا، حلوة شيء بلادي. مرعب. لا كانك في مسرح. ويا حبيبتي يا لا لا مصر، لا، وكل الاغاني وانا على بابا بغني يا فيها سلام. السلم، وفيها الحب، وفيها التواضع، فيها انا على بابا بغني دي حاجه تحفه، نغما كمان مش بس. هي اولها حلوه بلادي، حلوه بلادي السمراء، بلادي كله يا حلوه حبيبتي يا السمراء، بلادي بلادي وانا على الربابه، وانا على الربابه بغني. شوف هذا السلم، هذا طيب. السلم. دكتور، ده يخليني يعني اسال حضرتك بالحس الانساني والفني الجميل. حضرتك لما نزلت الجمعه اللي فاتت، حضرتك شايف الدنيا رايحه على فين؟ الدنيا وحشه جدا على فكره. سؤال كنت والله مهم. لا، الدنيا وحشه خالص. ليه؟ لان انا عايز اقول برضو اللي هي زي دلوقتي بداوا يعني نقول جسمي ايه بأشعر. لا اللي هي اول نقول ايه، وامر لله، كل وقت بيقول وامر لله. ما فيش ثوره ما تمسكش الحكم، ما فيش، ما حصلتش ثوره تمسك الحكم. طب ثوره اللي حصل عندنا؟ لا عكس. ثوره وما مسكوش الحكم. طب المشكله يعني فيه بص حضرتك، تعالي نرجع تاني. انت طبعا مثقفه وعارفه سياسه، كلنا وزميلاتي كلنا يعني اكثر ثقافه مني. الثوره العربيه، ثوره 19 كذا، لازم هناك جماعه تثور، جماعة تثور، ثم يلتف حولها جماعة أكبر، فجماعة أكبر، فجماعة أكبر، ثم تحكم. يعني إحنا في أزمة يا دكتور؟ في أزمة حقيقية، لأن إحنا الحصان قدام العربية، لا العربية قدام الحصان. في مشكلة النهاردة، أنت لما بتيجي تقولي يا مجلس يا وزراء، وتبح الصوت طبعا، يا مجلس يا عسكري بح الصوت، يدخلك يقولك أنت ضد الجيش. ضد الجيش إزاي؟ ده الجيش ده بتاعي، ده بتاعنا، مش ضد ولا حاجه. احنا مش ضد حد نهائي، وهذه الثوره بالذات مش ضد حد خالص. طب عايز اقول لك حاجه، فبس اكمل الفكره. كمل عشان انا اتحمست وبقطعك. الفكره اللي انا عايز اقولها، الفكره دي مهمه. الثوار لابد ان يكونوا هم على راس الحكم، انما انا بالمراسله او او بان انا بالمندوب، يعني مندوب عن الثوره دي صعب جدا. طب طيب لان دكتور عصام، الثقافه السائدة في الحكم ليست ثقافة ثورية، قد تكون ثقافة وطنية، وعايزين نفرق بين الاثنين. هناك اكسبريشن بنستخدمها خطأ، يعني نقول ايه يعني المجلس العسكري مش وطني؟ لا، المجلس العسكري وطني طبعا، وطني طبعا. المجلس الوزراء مش لا وطني، وعصام شرف والدكتور عصام شرف ده وطني جدا على فكرة. بس الثقافة ليست ثورية، لان هم ليسوا الذين قاموا بالثورة. طب ببساطة. دكتور عصام انا هقف عند يعني ليسوا ثوار يوليو. طب يعني ليسوا ثوار يوليو، انا هقف عند كلمتك ان لازم الثوار ياخدوا الحكم، عشان عايز افهمها اكتر. بس نروح لفاصل ونرجع، انا عايز افهم الكلمة دي. نروح لفاصل ونرجع مرة تانية.